هذا الشوط والمنطلقة بالمقدمة وبالمركز الأول. مهمة تأتي على الصدارة هنا لحمد بن سالم بن سليم الاقتبي، منطلقة على صدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل هنا وانطلاقتها وتحدياتها. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، تأتينا مخايل على المركز الثاني لمنصور بن سعيد بن منانة، من يقدمها على ثاني المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث والمنطلقة من الجانب الآخر اليمامة حمد بن سالم بن نصرة العامري، من تأتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث تحية عامر بن سعد الرفادة يقدم لنا تحية، وجداني هنا لسيف بن علي بالضحاك الشامسي. تأتينا خامسا المركز السادس سلهودة، المنطلقة هنا لزايد بن حمد بن علي العويسي، من يقدم لنا سلهودة هذا الانطلاق والأداء، هدلة القادمة بهذه المسيرة. على المركز السابع هدلة بانطلاقة حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة، الوصول هنا من غنادير لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، من يقدم لنا غنادير. على المركز الثامن المركز التاسع انجاز لفارس بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، يقدمها هنا بهذه الانطلاقة. عاشر مراكزنا وديان محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، تأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وخلف العشرة أيضا أسامي تتواجد، ولكن نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا في هذه اللحظات مخايل من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بشعار الوسمية، هنا أيضا من انتزعت شوط في صباح هذا اليوم المميز جميل هنا، وكان تاسع الأشواط كان مع الوسمية بشعار منصور بن سعيد بن منانة. هذا الشعار يا ما قدم وقدم العديد والعديد من الأسماء التي صارت وجالت على أراضي ميادين الدولة وخارج الدولة. هنا نتابع مشاهدينا الكرام المركز الثاني والمتسللة على ثاني المراكز مهمة، من تأتي ثانيا هنا حمد بن سالم بن سليم الاقتبي، وتحية بشعار الرسمي عامر بن سعد الرفادة، يأتينا هنا على المركز، يتسلل إلى المركز الثاني من الثالث إلى المركز الثاني، وشعار بن نصرة مع اليمامة حمد بن سالم بن نصرة العامري على رابع المراكز، والمركز الخامس وتحمل الرقم خمسة وجداني هنا لسيف بن علي بالضحاك الشامسي القادم من ميدان الشعب، هنا يشاركنا على أرضية هذا الميدان. المركز السادس وسلهودة لزايد بن حمد بن علي العويسي، هنا مضمر خمس نجوم يشاركنا بسلهودة بهذه الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. الوصول هنا بهذه اللحظات القادمة هدلة القادمة، عاري حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة، من يأتينا بهدلة هذا الانطلاق والأداء الجميل. هناك بن حلوكة غنادير حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يقدم لنا غنادير هذا الانطلاق والأداء الجميل. هنا بانطلاقاتنا وتحدياتنا ما شاء الله قطعنا الأربعة كيلومترات الأولى هنا بست دقائق وسبع
7 ثواني في مسيرتنا لهذا الشوط. نتابع مشاهدينا الكرام ونسير إلى المركز التاسع. المركز التاسع والمتسللة في هذه اللحظات ريما لمحمد بن مبارك بن مرحان اللي اكتبي من يقدم ريما المتسللة بهذا الانطلاق والأداء. عاشرا إنجاز فارس بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شعار خوف المنطلق على الصدارة مع على ظهر مخايل، على ظهر مخايل من يأتينا هنا بالانطلاق وبتحدي هنا على المركز الأول. مخايل مخايل هنا لمنصور بن سعيد بن منانة من يقدم لنا مخايل بهذا الانطلاق والأداء الجميل. بينما المركز الثاني، المركز الثاني تحية عامر بن سعد الرفادة من يأتي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. المركز الثالث مهمة، تأتينا على المركز الثالث مهمة هنا لحمد بن سالم بن سليم لجتبي يقدم لنا مهمة على المركز هنا الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع وجدان لسيف بن علي بن ضحاك الشامسي وغنادير حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يقدم لنا غنادير. خامسا بينما المركز السادس، المركز السادس هدلة 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 المنطلقة بهذا الانطلاق والأداء لحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة يقدم بهذا الانطلاق والأداء هنا مع هدلة القادمة بهذه الانطلاقة هنا الوصول بهذه اللحظات. وسلهودة زايد بن حمد بن علي العويسي يقدم لنا سلهودة هنا سابعا. المركز الثامن شعاري بن نصرة مع اليمامة حمد بن سالم بن نصرة العامري، وتاسعا ريمة لمحمد بن مبارك بن مرهان لقتبي وانجاز فارس بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. عاشرا وبدت الاسماء ايضا قادمة قادمة الاسماء في هذه اللحظات والشعارات ايضا تبحث عن الفوز وعن الناموس. ولكن الصدارة والمقدمة مرحبا يا بطير. هنا نعود إلى مخايل، أعود إلى مخايل على الصدارة على المقدمة مع المنعطف الأخير وزاوية الالتفاف الأخير، وفي طريقنا للثنين كيلومترات ومدرج الهبوط. ومخايل المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول لمنصور بن سعيد بن منانة. هنا هذا الشعار الذي حمل أيضا اسم عذاب أيضا بإنجازاتها وتحدياتها مع أشواط أيضا الانتاج المميز ياتينا هنا أيضا بانطلاقاته وتحدياته. مهمة من الجانب الثاني، مهمة مهمة تحاول لنيل الفوز والناموس مع أهالي المدام هنا حمد بن سالم بن سريم اللي قتبي. وعلى المركز الثالث المتسللة على المركز الثالث هنا بالضحاك يقدم وجدان سيف بن علي بالضحاك الشومسي، وهناك غنادير حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. والمركز الرابع وصلت هدلة 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 تتسلل من مركز إلى مركز هنا وعينها على المراكز الأولى بشعار حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة من تأتينا هنا هذا الانطلاق والأداء. هذه هي الخماسية الجميلة. الله الله والأسامي القادمة، الأسامي القادمة خلف المراكز الخمسة الأولى في انطلاقاتنا. سلهودة تأتينا لزايد بن حمد بن علي هنا أيضا العويسي، ووصلت هنا الغربية محمد بن راشد بالضحاك المنصوري بأول إذاعة للغربية بهذه الانطلاق وهذا الأداء الجميل هنا ضية هذا المدن. نعود نعود وشعار بن مغير أيضا قادم قادم، ولكن نعود هنا إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول أدارة هذا الشوط. هنا مخايل 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 من تسللت على الصدارة عادت إلى موقعها هنا مع الكي
الكيلومتر الاخير ومهمه ومهمه هنا بهذه اللحظات. الحمد بن سالم بن سليم هنا ايضا مع هذا الانطلاق والاداء الجميل مهمه ومخايل مخايل ومهمه. وهنا وجدان القادمه السيد بن علي بن ضحاك وتاتي هدله هدله لحمدان بن احمد بن سعيد بن منانه ايضا قادمه بهذه الانطلاق والاداء. يا سلام الغربيه خمسن الغربيه القادمه على المركز الخامس هنا وعينها على صداره لمحمد بن راشد بن ضحاك المنصور يا الله. ولكن هنا الصداره والمقدمه ومهمه مهمه من غيرت على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط مهمه من تنطلق بهذه اللحظات. حمد بن سالم بن سريم لقتبي من يقدمها بالانطلاق الجميل والغربيه الغربيه الغربيه قادمه محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري المنصوري هنا قادمه من ميدان غياثي هذا الانطلاق والاداء الجميل والتحديات الاخيره مهمه والغربيه مهمه مهمه بن سليم الصامده على الصداره على المقدمه والغربيه تحاول مهمه والغربيه الغربيه ومهمه السلوم اللحظات الاخيره والغربيه الغربيه الغربيه تتسلل لاهالي الظفره بالفوز وبالناموس. هنا معلنة الفوز والناموس سلام بن ضحاك سلام سلام لأهالي الظفرة سلام سلام هنا على هذا الأداء المميز مع الغربية. هنا محمد بن راهب الضحاك المنصوري مهمة على المركز الثاني هنا بشعار حمد بن سالم سريم نكتبي المركز الثالث وجدان لسيب علي بن ضحاك الشامسي هدله من وصلت على المركز الرابع هنا بشعار حمدان بن احمد بن سعيد بن منانه وغنادير حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكه من حلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجه لمراكزنا الخمسه الاولى ومخايل في المركز السادس صور بن سعيد بن منانه. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام والأحبط تسلل الغربية بالفوز وبالناموس هنا أيضا ب 12 دقيقة 33 ثانية هنا أيضا وستة من الأجزاء من الثانية توقيت هنا الغربية لمحمد بن راشد بن ضحاك المنصوري. تهانينا له والناموس على هذا الفوز المميز الجميل بينما مهمة قدم اظهار تشكر عليه ايضا من اعلى الفوز والناموس هنا لحمد بن سالم بن سريم لقتبي قاطع المسافه 12 دقيقه 34 ثانيه جزء واحد من الثانيه. اما المركز الثالث فكان من نصيب وجدان السيب بن علي بن ضحاك الشامسي اتتنا هنا على المركز الثالث قاطع المسافه ب 12 دقيقه 37 ثانيه خمسه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس تهانينا.